المدرسة يابونا معرض الكتاب الشارجة وشفنا الكثير من القصص وتعلمت إن ما نمسك الأشياء الحادة مثل السكين وما نتقرب عند الفرن أو الأشياء الحارة. استفدنا إن لازم ما نروح عند الأشياء الخطرة مثل الحادة وأشياء النار، ولازم ما نروح عند الزجاج. اليوم احنا معرض الكتاب وكان معرض الكتاب وايد حلو، واستفدنا فيه ان ما نتقرب بالاشياء الحاده ولازم يكون عندنا طفايه حريق بالبيت. اقضي وقتي نص اليوم اغلق كتاب ويعني ساعه حسب اشوف تليفوني. خذيت كتب وقصص حق أقوي قراءتي. عندي ورشة علبتي لعبتي. الورشة هذه تستهدف إلى أن نعلم الأطفال شلون يقدرون يصنعون ألعاب بإيدهم، بغض النظر عن إذا كانت هذه الألعاب بعيد عن اللي هو الانشغال بالشاشات الإلكترونية، لأن الأطفال اليوم يقضون وقتهم يعني بزيادة، فعلشان نقلل هذا الشيء ممكن نعطيهم أفكار إن هم شلون يقدرون يصنعون لعبة بإيدهم بأدوات بسيطة، وإن كانت بإعادة تدوير أو إن اللعبة اللي معتادين يلعبونها لكن نلعبها بطريقة إبداعية ومبتكرة وجديدة.